أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الفاضلات، الحضور الكريم، كل الجسم وصفته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنزل الشرحي ديال تشرحي؟ إن شاء الله يعني غسل إن شاء الله ريكم ضم جزء من المحلي لتارودان، تنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية لتارودان. كانت الحملة التحسيسية العنوان سيقت انعكاسات التغذية الصحية، انعكاسات عفوا التغذية على الصحة الجسدية والنفسية للإنسان. إن شاء الله يعني البرنامج إن شاء الله غادي كثر مجلسية المداخلة الأخت من ناعمة القف ردت زوج كيف حارب الإسلام سوء التغذية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على المعلم الأول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أخواتي الكريمات، أستاذتي الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، يسعدني أن ألتقي بكم من خلال هذه الندوة العلمية بمداخلة تحت عنوان كيف حارب الإسلام سوء التغذية. فالإسلام عندما تعرض لعداء المسلم لم يقتصر على المحرمات فقط كالميتة والدم ولحم الخنزير والخمر اللي شفنا في الآيات اللي هو حاليا، بل ذهب إلى تنظيم الغذاء الحلال وتوجيه المسلم لنوع هذا الطعام ولنظامه، فخالف بذلك بعض الديانات كالبوذية التي تحرم أكل اللحوم مطلقا وتقتصر على النباتات، وقد أثبتت التجارب العلمية أن هذا يصيب بالهزال وضعف البنية وفقر الدم، ولعل هذا أحد أسباب في تسمية الشعوب النباتية بالشعوب الصفراء. وبادرت اليابان والصين في العصر الحديث بمحاربة هذه العادة النباتية حفاظا على صحة أبنائها بتشجيع أكل اللحوم، إلا أن هذا كان بدون هدى من عقيدة أو دين، فأكل الصينيون الكلاب والثعابين، وأكل اليابانيون السمك الني دون طهيه، وهذا وذاك مضر للصحة كما نعلم. والهندوكية تحرم لحم البقر، ولم يثبت طبيا ولا علميا أن هناك أي ضرر من تناوله طالما طهي جيدا، عكس لحم الخنزير كما توصل إليه العلم بأنه رغم طهيه فهو مضر بالصحة. إذن يحرمون ما أحل الله. وهناك ديانات أخرى تمنع أكل الحيوانات وما يستخرج منها، الحيوانات بصفة عامة كالبيض والحليب والجبن، ما بين 40 إلى 90 يوم في العام عندهم عادة خصهم يقطعوا اللحوم واللي كيجي منها 40 إلى 90 يوم في العام. وقد اتضح أن هذه المدة تكفي لظهور أعراض فقر الدم عند ضعاف البنية. في حين أخواتي نجد الإسلام عندما يحرم أو يحل طعامات إنما يجعل لذلك ضوابط وأسس، وأسس كتكون منطقية، فيحرم ما يجلب الأمراض والضرر ويحل ما فيه نفع الإنسان، كما أعطى تعاليم حول الكيفية في الذبح والصيد تجمع بين الرحمة والواقعية وبين مصلحة الإنسان والرغبة بالحيوان. فقال جل في علاه في سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. إذن كل ما هو فيه مصلحة الإنسان ولا ضرر على صحته فهو أحله القرآن، والآيات كثيرة غير لضيق الوقت نكتفي بالقليل. إذن كل ما تستسيغه الأذواق السليمة لبناء الشخص القوي السوي والتشجيع على ذلك
قام به الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم. ويكفينا حديث واحد كان ناخذوه ك جمع لنا كل شيء هادشي اللي كانت كنقول. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. والاسلام هادشي اللي علاش كيخدم الاسلام كيقلب دائما المسلم يكون قوي، لان الله سبحانه وتعالى يحب المؤمن القوي جميع الميادين. والاسلام لم يذهب للاباحه المطلقه ولا للتحريم التعسفي، بل اخذ المساله بوسطيه كما هو الشان في كل ما جاء به. فنجد القران استحسن اللحوم ومنتجاتها، سواء منها لحم البر او لحم البقر، ثم العسل والتمر وغير ذلك، وامر بالاعتدال في الماكولات لحوما كانت او غيرها، حتى يتفادى الناس جميع الامراض بحال الكوليسترول، الذبحه القلبيه، تصلب الشرايين، السرطانات، هادشي كلشي كنعرفو حاليا لانها واحد 90% السبب ديالها هو هاد الماكولات. وهذا ستتطرق له الدكتوره ان شاء الله اللي غتكون معنا، الدكتوره رجاء بحول الله. كما نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا الا حدثنا عن منافعه واضراره وكيفيه تناوله، مع وضع جملة من الآداب التي ترفع من قيمة المسلم وتحقق له التميز على بقية الشعوب والأمم. هذه الآداب نجدها لخصت في قواعد في قاعدة عظيمة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أخرجه أحمد والترمذي. كما جاء هديه صلى الله عليه وسلم في غسل اليدين قبل الأكل وبعده، وفي صفة جلوسه للأكل، في تسمية الله أو الطعام وحمده آخرة، الأكل باليمين، استعمال أصابع ثلاثة. ومن كمال هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، رواه البخاري ومسلم. أما عن هديه صلى الله عليه وسلم في الشراب، فقد كان صلى الله عليه وسلم يشرب باليمين كما ورد في الأكل، ويشرب على ثلاث دفعات، لا يتنفس في الإناء، لا يشرب قائما. والعلم حاليا لا يزال يكتشف من هذه الآداب أسرارا للمحافظة على صحة البدن ونضارته، ومعه صحة العقل والنفس، طبقا للمثل: العقل السليم في الجسم السليم. ولضيق الوقت أخواتي أكتفي بهذا القدر، والكلمة للأستاذة بعدي، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك أستاذة نعيمة. نعيمة القف، يعني واخا لو مشرحاك شوية تشرح لك ما أهم النقط اللي كنا المداخلة، قلنا بأن الإسلام ولي اكتفى فقط أن إملاء الأطعمة اللي حرم واللي حلال، يعني ان الاسلام يحرم في المغل، يعني الاطعمه دروس واللي حرم، يعني الله تعالى كيا بزاف النعم بزاف الطيبات اللي حلال، واني الا تغار الحاجات اللي دروس حرمت، زود لحم الخنزير، زود الميته، زود الدم، دروس الحاجات اللي هي حرم، واني الله تعالى كيا بزاف الطيبات حلال. وكان الله تعالى حتى الحاجات اللي حلال كيا، يعني الاسلام كاين الضوابط باش تديس تعمل، يعني زد، يعني ولي للاسراف الطعام، ولي شتا بنادم راه بزاف فيه شبعان، شكون زد الحاجات الدرس كامل تضر، يعني غير حاول بنادم زد تيفي بزاف، غير حاول يكري الماكله، يعني الاسلام حتى واخا الحاجات يعني هي انت حلال، ولكن الاسلام يضبط انت باش هو المريض، حتى هو نحاول في السكر ونحاول في تيسند، اش كنت الحاجه واخا تحلال غير نحاول، راه تسبب بزاف الامراض. ثم يعني نعيمة يعني تساوي في
يعني ان الاسلام يعني يسكي بزاف الادب يعني الماكله ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وليش حتى بنادم ما باه يشبع خصو يفكر يا مدلو دغوديزم تي الماكله يا مدلو تي ايوا ما الميسا يا مدلو داسي خا ما يتنفس يعني اشكو بزاف يعني الاسراف في الماكله اري استمر ثم تسول ايضا في الاداب الاكل يعني ما ميك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يغريش تريتني بسم الله عليش التسوس يعني ريت هيوير الى غير ذلك من الادب اللي اختنا الاخت نعيمه.